الشريك رانا انت دورت راسه، عندنا عجلة الحظ، ست الخماسيات، تحب تسوي اللي براسك وتحب تخلي ايضا الامور مفتوحة في حياتك، في حياتك بدون ارتباط بدون تعلق. هذه هي طبيعتك انت يا برج الدلو، تفعل ماذا تريد. ثمان الاغصان، شريكك فهم رسالتك بشكل واضح ولكنه يحس أيضا أنه مخذول أو كأنما ما عندك القدرة على الحب، ما عاد عندك ثقة في الناس. شريكك يرى أن أنت فقدت الأمل أو الإيمان فيه حتى. وخمس الأغصان، أنت عنيد ومن النوع اللي توقف للشريك على حبة. برج الدلو، شريكك مثل ما قلت لك هو كأنما قاعد ينظر لك من بعيد حتى في فترة الانفصال، ويحسدك على الوضع اللي انت فيه، ان انت من اكثر الابراج شجاعة، تفعل ماذا تريد وما تسمح للاخرين بان يربطوك او يعلقوك، خصوصا لما يكون الوضع الموجود امامك مو حسب توقعاتك، ما تريده وايضا ما تبي. انت ناجح في هذا الشيء، فالشريك يشوفك ان انت خليت خياراتك مفتوحة، عندك خيارات، عندك الكثير من الاشخاص اللي يرغبون فيك، انت مرغوب يا برج الدلو. ودورت راسه كأنما حاول معاك أيضا بأكثر من أسلوب، بأكثر من طريقة أن يتفاهم، ولكن ما صار هذا الكلام لأن أنت كنت واضح، قلت ما تعني وفعلت أيضا ما تعني، كنت واضح معاه من البداية. ما أدري في شنو، هل مثلا قلت له إذا تريد أن إحنا نكمل لازم تسوي كذا كذا، إذا راح تسوي كذا راح أسوي لك كذا. هنا عندنا نوع من الفعل وردة الفعل، الفعل والنتيجة. كنت واضح معاه وهو هذا الشخص يعرف، يعرف ان الافعال اللي سواها تجاهك اخطأ في حقك احتمال، يعرف ماذا نهايتها، ولكن ما كان يمتلك القدرة ان يسوي شيء غير اللي سواه. ما كان يعني كأنما بالنسبة لي كان مقيد لدرجة ان مهما سوى في النهاية راح يخذلك، مهما سوى في النهاية راح يخسرك. ما كان وضع الخاص يسمح له ان يعطيك ماذا تريد في العلاقة، أو يستطيع أن يروي عينك، لأن هني مثل ما قلت لك أنت عندك الكثير من الخيارات. برج الدلو هو البرج اللي ست الخماسيات يعني له أنه دخل إلى حفلة كل الاهتمام منصب عليه، هو مثل ما نقول نجم الحفلة، لديه الكثير من الأشخاص اللي يرغبون فيه، فمن سيختار؟ الكل عينهم على برج الدلو، من سيختار؟ إنزين، فانت كانما ما عجبك هذا الشريك تركته، يشوفك ان انت قوي ايضا، ما عجبك الوضع معه، صار الانفصال، وحاليا قاعد تستمتع في الحفله، تستمتع في الاخذ والعطاء مع اشخاص ثانيين. وايضا يراك ان انت ما عطيته فرصه للدفاع عن نفسه، على طول احتمال عطيته بلوك، نهيت العلاقه، وممكن ايضا القراءه تكون عكسيه، اعكسها بما يناسب وضعك مع الشريك. لكن هو يحس ان انت هنا ما تفاهمت معه، وظليت تنتظر منه الزلة بس يخطأ عشان تنتهي العلاقة. بالنسبة له يشوف ان العلاقة معاك كانت نتيجتها اللي وصلتوا فيها لحد الان هو الانفصال، حتمية، ما كان يقدر يسوي اي شيء غير هالشيء. اللي بعده، ما هي خطوته القادمة يا برج الدلو، خصوصا اذا كنتوا تنتظرون رجوع؟ شنو شيء شنو شنو بيسوي الشريك؟ خطوة القادمة، لا تتوقع خطوة القادمة لأن خطوته ستكون بعد فترة جدا طويلة. عندنا فارس الأرض، احتمال أنك يا برج الدلو تتعامل مع شخص برجه ترابي، عذراء، جدي ثور، أو حتى ناري، ولكنه جدا بطيء بطيء، ولكن عندما يصل سيثبت وجهة نظرة. يعني مو قلت لك كأنما أنت هني في حفلة وعندك خيارات، حتى لو ما تحس أن عندك خيارات ترى كل الاهتمام والأعين متوجهة نحوك يا برج الدلو. عندما هذا الشريك في النهاية بعد زمن طويل يصل إلى الحفلة اللي أنت فيها، الوضع اللي أنت فيه، راح يدخل ويدخل بقوة ويقول برج الدلو ملكي، أنا ملكي لوحدي. راح يحاول، ما أدري ليش أحس أن هذا الشخص دائما يحاول أن يقيدك،
أنت ما عاد تحس أنك مقيد، طبيعتك الهوائية مقيدة في حيرة. احتمال أنه مش واضح، احتمال أنه من برج الدلو، سوري، برج الجدي أو الحوت، لأنهم أكثر الأبراج اللي مش واضحين. القمر هو برج الحوت، أوكي؟ وعدم الوضوح هو أيضا تأثير برج الجدي على الأبراج الهوائية. العربة، كرت الغصنين، كرت الشراكة. هذا الشخص خطوته القادمة، قلت لك بعد فترة طويلة راح يحاول، عنده نوع من الطاقة اللي دائما يحاول أن يتملكك أو يملكك، لأن أنت طبيعتك هوائية، منفتح، إنزين، الكل يرغب فيك، تثير اهتمام الكثير من الأشخاص، وشريكك يلاحظ هذا الشيء. فهني يريد كأنه ما يأخذك ويحطك في قفص أو يحطك في علبة بعيد عن أعين الناس. رح يأخذ وقت طويل عشان يأخذ الخطوة اللي أنت تتوقعها، ولكن عندما يصل رح أيضا يضعك في حيرة. ليش؟ لأن أقول لك يا برج الدلو، أنت رح تكون في مرحلة خلاص واجهت الواقع وقررت بينك وبين نفسك أن تمضي قدما عن هاي الشخص، وتمضي قدما عن هاي العلاقة. فرجوعه رح شوي يكركب لك أمورك في وقت، قلت لك وقت اللي أنت تتوقعه ما راح يأتي. ده ما يمر زمن طويل ويصير عندكم حتى المشيب، وقتها راح يرجع ويرجع بقوة، فسيضعك في حيرة، لأن أنت أصلا مشيت مشوار بدونه، وكأنما عندك هني أنت حيرة بخصوص الشراكة. صار لكم فترة طويلة مبتعدين عن بعض، صار لكم سنين، قاعد أتكلم مع برج الدلو اللي راح تكون لفترة ابتعاد طويلة عن الشريك أو الحبيب، ومن ثم عندما يصل إلى حياته مرة أخرى راح يكركب له الأمور، راح يخليه في حيرة، لأن أشوفك هنا برج الدلو أصبحت قوي وعازم على أن تمضي قدما وتفتح لنفسك بزنس جديد، شراكة جديدة، عندك معجبين جدد. فرجوع هذا الشخص من الماضي أو من علاقة سابقة راح شوي يكركب لك الأمور. اللي بعده، ما الذي يخفيه الحبيب؟ غامض، غموضة، غموضة. وأيضا أنت يا برج الدلو، أنت كرتك كرت النجمة، الزاهد والمتصوف، الهرمت، يبحث عن النجمة، يبحث عنك، ولكن اللي قاعد يخبئه أنه راح يأخذ وقت طويل من أجل أن يحصل عليك. احتمال الأمور متعلقة بشيء مادي، بشيء يخص نضوج هذا الشخص واكتشاف لمكانتك في حياته، ممكن، ولكن راح يأخذ وقت طويل عشان يطلع من هاي الحالة، حالة العزلة والوحدة والابتعاد عن الحب بشكل عام. ولكن كثير التفكير فيك، يحلم فيك، وأيضا يرى كوابيس بخصوصك، وأسوأ مخاوفة، زين، أسوأ مخاوف شريكك أن أنت تكون مع شخص ثاني. دائما كأنما في تفكيره ان انت محاط بالاشخاص، محاط بالاهتمام، قاعد يفكر من حاليا اللي عندك انت في علاقة حب، من حاليا اللي قاعد يسأل عنك، موجود في حياتك، عنده كثير من هوس في هاي الامور. فارس السيوف، احتمال ان عنده نية ان يكمل تعليمه أو يعني يسافر، وإن أيضا عنده مهمة خاصة تخص العمل، أوكي، بداية جديدة. ثمان الأكواب، هذا الشخص كأنما بينه وبين نفسه قرر لوحده بانعزال، إن أنت يا برج الدلو تستحق أفضل، وتستحق إن هو أيضا ينضج ويحقق لك استقرار أفضل في العلاقة، في الزواج، استقرار مادي احتمال. فكأنما هو هني مضطر انه يأخذ رحلة طويلة عشان يستطيع يوم من الايام يجد هاي البداية الجديدة، ولكن عنده قلق، قلق انه عندما يرجع
ويكون مثلا حقق اللي يريد أن يحققه من أموال، من نضوج، من استعداد للارتباط مرة ثانية، من يعالج مشاكل النفسية. احتمال أيضا هذا الشخص عنده مشاكل نفسية ما يعترف فيها، عنده نوع من الهوس بالتفكير، عنده نوع من الوسوسة، عنده نوع من الغموض، يظهر شيء ولكنه يضمر شيء ثاني مختلف جدا. هذا نوع من الهوس النفسي ترى، فهو محتاج رحلة طويلة يعالج وينضج فيها. أكبر مخاوفه أن يرجع ويلقاك عندك العربة وعنده هو ثمن الأكواب، يرجع وما يلاقيك، أو يلاقيك مع شخص ثاني، يلاقيك ذهبت ورحلت فعلا، مو فقط من أجل تخويفه، ولكن فعلا رحلت سواء لوحدك أو مع شخص ثاني. أوكي. اللي بعده قراءة العزاب. أول سؤال للعزاب: من القادم في طريقك؟ ما هي مواصفاته وأطباعه؟ العربة مرة أخرى. لا تنسى أن في قراءة المنفصلين أنت كان عندك العربة، كرت المضي قدما، التحكم بزمام الأمور. الغصنين، أو سوري تكررت الكرتات، خلى أعيد خلطها مرة ثانية. خلنا نشوف. من القادم في طريقك؟ الغصن الصغير، الخماسي الأول، شخص يحاول أن يستميلك، لأن أنت مو سهل أن تستمال يا برج الدلو، يحاول أن يدخل إلى قلبك، يغريك إغراء. عندنا طاقة الإغراء، مو شرط الإغراء ممكن يكون بالحب، ممكن يكون غزل، ممكن يكون بالأمور المادية جانبه. عندنا الخماسي الأول ممكن يغريك حتى بالارتباط. ليش؟ لأنه هو يعرف أن أنت مو سهل أن يحصل على اهتمامك ووقتك، وأيضا مو سهل أن تقنع برج الدلو أن يكون في علاقة التزام. فقاعد يحاول هني أشوفه يفكر ماذا يحب برج الدلو، ماذا يريد برج الدلو الآن من الحياة، أنا أقدر أقدمه له عشان يقبل أن يكون معي مهما كان الثمن. أنت قاعد تتعامل مع شخص مهما كان الثمن مستعد أن يدفعه. وراء أميرة الأغصان والغصن الصغير يوجد شخص عملاق، نية كبيرة، نية كبيرة، شخص راسم عليك أنت ومستعد أن بأي ثمن يحصل على مستقبل معك. العربة مرة أخرى. ملك الأرض، تسع السيوف. كأنما قراءة العزاب قريبة أو ترتبط نوعا ما بقراءة المنفصلين. إذا أنت يا برج الدلو خرجت من علاقة وأنهيتها ومستعد لدخول شخص جديد في حياتك، هذه بالضبط القراءة من أجلك. هني يقول لك أن أنت تحاول أن تمضي قدما، مثل ما قلت لك في قراءة العزاب، ارجع لقراءة العزاب وشوفها. تحاول أن تمضي قدما من علاقة، علاقة مع شخص من برج ترابي، جدي، عذراء، ثور، تحاول أن تبتعد عنه، تحاول أن تهرب. مو سهل أن تهرب من هذا الشخص، لا تأثير عليك، لا مكان احتمال في قلبك. ولكن أول كرتين أهما فقط اللي يخصون الشخص الجديد ترى اللي قادم في طريقك. خلينا نشوف الشخص الجديد ما هي مواصفاته وأطباعه ونيته. ما علينا من الشخص القديم لأن أنا أصلا تكلمت عنه في قراءة المنفصلين. ارجعوا لقراءة المنفصلين اللي في أول الفيديو. مواصفات الشخص الجديد.
اوكي، كرت البرج. قلت لك مهما كان الثمن، مستعد انه يبني او مستعد انه يهدم، مهما كان الثمن عشان يحصل عليك. قبل ان يدخل حياتك سيجمع عنك المعلومات. قلت لك ماذا يريد؟ برج الدلو، 4 سيوف، مر بتجارب في السابق، نعم، او عند لحد الان علاقة منفصل منها ولكن ما انهاها بشكل كلي. 9 الأكواب، 9 الأكواب هو تحقيق الأمنية، هو كرت فرعي لكرت النجمة. النجمة هي الطاقة الأصلية لبرج الدلو، تحقيق الأمنية. هذا الشخص وقعت عيناه عليك من بعيد، احتمال حتى أنت لم تلاحظه أو لن تلاحظه في المستقبل، سيلاحظك هو وسيرسم عليك، رح يراقبك، رح يحاول يعرف لماذا أنت ممتنع عن الحب. هذا الشخص طاقته شوي تخوف، لأن أشوفه يستطيع أن يقرأك، يقرأ حتى روحك. غير أن عنده احتمال أنك راح تتعامل مع شخص هو أيضا هوائي أو ذكي جدا، إذا كان مو برج هوائي، دلو ميزان جوزاء، إنسان جدا ذكي، يعرف يحسب بالملي قبل أن يدخل حياتك ويكركبها، راح يكون جدا مخطط ناجح، يرسم عليك ولكن بطريقة ذكية. في النهاية بدون أن تدرك راح تجد نفسك في وضع معه، أو في شراكة، أو في زواج، أو في علاقة. في النهاية هذا شخص مستعد أن يدفع الثمن عشان يحصل عليك. ممكن يكون أيضا برج، شخص من برج ترابي ولكن شخص جديد، أوكي؟ أو حتى ممكن، قاعد أشوف هني سيناريو، شخص من الماضي البعيد برج ترابي سيرجع لك بعد طول غياب، بعد اختفاء فترة طويلة، سيرجع من أجل أن يحصل على النجمة، أن يحقق أمنيته اللي طالما تمناها، وهو أن يكون معك. وإذا كنت تتوقع أو تتمنى شخص جديد، فأتوقع أيضا برج ترابي أو مائي. هذا الشخص أنضج منك سنا وفكرا، وهني قاعد أشوف أن تعليمه أقل منك، ولكن ذكاء وخبرة في الحياة هو أخبر منك. عند ملك الأرض يمتلك الأموال، كريم في الأموال، ولكن ما راح على طول يغريك بالأموال، لأن برج الدلو ذكي، ما يقع حنت عندك العربة تحاول أن تمضي قدما، صح؟ ما راح تقع في أول إغراء يصادفك في الطريق، لذلك أنت تتعامل مع شخص ذكي راح يسأل نفسه ما الذي فعلا أقدر أقدمه لبرج الدلو وما رح يقدر يقاومه؟ هل هو الزواج؟ هل هو الحب الشاعري؟ هل هو الاهتمام؟ رح يعطيك اللي أنت تتمناه وتطلبه، ولكن احذر مع هذا الشخص، لأن جدا طاقته طاقة الذهاء والذكاء. احذر أن أنت تحصل منه على ما تريد، أولا يحقق لك أمنيتك، بعدين تحقق لأمنيته، أوكي؟ وهني عندك أيضا كارت عدم التسرع في الحب، عليك أول أن تفهم حقيقة هذا الشخص، تعرف نواياه، تكتشفه قبل أن تدخله لحياتك. إنزين، عشان كأنما هني السيناريو، إذا نجحت أنت في التحكم في مسار هاي العلاقة مع هاي الشخص، راح تحصل على مرادك، وإذا ما نجحت راح هو يحصل على مراده. انت تتعامل مع شخص جدا ذكي. انزين، مواصفاته الشكليه، شخص قوي البنيه، قوي الشخصيه، يحب ان يكون هو المعيل، هو اللي يصرف عليك، هو اللي يهتم فيك، هو اللي يحط لك البرنامج والموافقات على الامور اللي راح تسويها، وهذا ضد طبيعتك الهوائيه، ولكن هو يحب هذا الشيء، يحب ان يهتم فيك وبادق تفاصيلك، وعين على الارتباط أو الزواج أو أن يكون معاك بتملك. عنده أيضا طاقة التملك هذا الشخص، ما أدري ليش الأبراج الهوائية دائما، خصوصا الدلو، دائما اللي يأتون في طريقة من الأبراج الترابية، سبب الانجذاب احتمال للطبيعة الهوائية اللي أنت تملكها يا برج الدلو. قلت لك احتمال أيضا أنه هو لحد الآن في زواج أو في علاقة، ولكن منفصلين، ولكن لم ينهيها بشكل رسمي، أوكي؟ اللي بعده قراءة
المرتبطين. طبعا المرتبطين ممكن يكونون مرتبطين في زواج أو علاقة أو حتى خطوبة. أوكي. أول سؤال، كيف يراك الشريك هذه الفترة؟ إذا كنتم متزوجين وبينكم أبناء، الشريك يحس إن أنت كثيرا تدقق على الأمور السلبية داخل المنزل، كثير صارم مع الأبناء أو كثير حتى صارم مع الأهل، مع الأطراف اللي موجودة في العلاقة. إذا كنتم غير متزوجين فأنت قاعد تدقق على أفعال الشريك، هو يحسك إن أنت تدقق عليه لأنك مش فاهمة. وإن كان يراك أن أنت إذا أردت يا برج الدلو أن تفهمه ستفهمه، ولكنك هني كأنما رافض أن تفهمه. ولكن أين سيذهب منك إلا إليك؟ معاك يحصل على كل شيء في الحياة، عندنا كارتين يبينون الوفرة، وجود كل ما نتمناه، الإمبراطورة، الرخاء، اكتمال وإيجاد كل شيء، وأيضا الساحر يمتلك كل العناصر، العالم. برج الدلو، الشريك يرى أن أنت ما تحب أن يخليك أو ما تحب أن تعيش الحياة حسب معاييره، حسب معايير أهله، حسب معايير المجتمع. أنت كأنما هني قاعد ينظر لك من بعيد، ويراك تنجح في كل مرحلة ولكن بأسلوبك الخاص، بذكاء، بأن تتصرف أن أنت مفكر مستقل، تتصرف مستقل. الناس كلهم يروحون يمين، أنت تحاول تروح يسار من أجل أن تكتشف، تحب الاكتشاف. ولكن فقط الأشياء اللي ما يحبها فيك هذه الفترة أنه هو محتار معك. أوكي، لماذا أنت ترفض أن تفهمه أو ترفض أن تتفاهم معه؟ ليش أنت شوي صاير عصبي عنيد؟ أو أما تسوي للي أبي أو أبتعد عنك، عندك هاي النوع من الطاقة. كأنما هني أيضا قاعد تضغط عليه باستخدام أشياء خارجية، الساحر ممكن يكون أيضا متلاعب، قاعد تضغط عليه بأكثر من أسلوب، أوقات تضغط عليه باستخدام أهله، أهلك ضده، الأموال، أي شيء بينكم، التواصل، حتى الأبناء، قاعد تضغط عليه. هو مش قادر يفهم طبيعتك في هاي الفترة، وإن كان يشوفك لو أردت أن تفهمه تقدر، يشوف فيك الشريك المثالي اللي تمتلك جميع المقومات اللي يحبها، العناد، التميز، الرخاء، التفكير المستقل. ولكن أحسك أنه مش فاهم الفترة هذه. اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ نقاط قوتك، أربع السيوف. قلت لك أساليبك يا برج الدلو، إما تعطي برج الدلو، أنت أساليبك ما تنتهي، جعبتك، عندك السيف، عندك الخماسي، عندك الكوب، وعندك الغصن، جعبتك مليئة بالحيل اللي تقدر تسويها، تنفذها عشان تحصل على ما تريده، توجد المستحيل لنفسك. هذا من نقاط قوتك أيضا، ولكن كأنما قاعد تستخدمها ضد الشريك في هاي الفترة. القوة، برج الأسد، دائما برج الدلو يعتبر الكاونتر بارت لبرج الأسد، ما بقول لك العدو اللدود، ولكن الشخص، البرج اللي يستطيع أن يقف أو يواجه قوة برج الأسد، لأنه متمرد، لأنه
حيلة ما تنتهي، لأن مصدر طاقته ما ينتهي عنده علامة الإنفينيتي فوق رأسه، لأنه في الهواء، لأنه يمتلك السيطرة على عناصر العقل، أساليب العقل، أساليب الدهاء، الذكاء، التلون. أقدر ألبس أي ثوب، أي شخصية كل يوم. هذا ترى من نقاط قوتك. ملك الأرض، مو فقط الهواء، حتى عناصر الأرض تمتلك السيطرة عليها، كأنما شريكك هنا احتمال كبير أن يكون من الأبراج الترابية، جدي، ثور، عذراء، ولكن عيناها عليك، عرفت؟ لا يحب أحد غيرك، ولا يريد أحد سواك، ولا يستطيع أحد أن يجذب انتباهك كما أنت جذبت انتباهه. هاي من نقاط قوتك. وأيضا تعرف شلون تخوفه، يخاف منك، تعرف شلون تخليه خاف أو يقلق عندما تحتاج. قلت لك هني كارت الساحر قاعد أشوفه معكوس. عندما يكون معكوس معناته فيها نوع من طاقة التلاعب، طاقة لازم تسوي اللي أنا أبيه. خمس الأكواب، المرارة، هني عندنا تعرف تخليه يقلق، هني تعرف تحسسه بالمرارة. الساحر ممكن يطلع أو يسوي أي حيلة، الحيلة ممكن تكون إيجابية وممكن تكون مخيفة، يعتمد على الساحر نفسه، طاقته الخاصة. أنت كأنما هني قاعد تقول لشريكك من نقاط قوتك، إما تسوي الأمور اللي أنا أبيها، أو الأمور اللي من حقي، الأمور اللي أنا أستحقها، أو راح أريك نجوم الظهر في عز نجوم الليل في عز الظهر. هاي نوع من الطاقة، تعرف شلون تكون إما إيجابي إما سلبي، تعرف شلون تتلون. هذا ترى يقول لك يا برج الدلو من نقاط قوتك. أوكي، اللي بعده، ماذا تفعل لكي تحافظ على العلاقة أو تطورها؟ احتمال أنك أيضا شريكك من برج الأسد أو من الأبراج النارية. كرت القمر، برج الحوت، العدالة، برج الميزان. السيف الصغير، خمس الخماسيات، البرج. برج الدلو، عشان تستطيع أن تمسك العصا من النص، أنت محتاج إلى التوازن ما بين طاقة ما بين الطاقة الإيجابية، أن تعطي الحبيب كل ما يتمناه، وما بين الطاقة السلبية اللي راح أقلقك وراح أخيفك وراح أحسسك بطعم المرارة اللي أنت قاعد تحسسني إياها. محتاج التوازن في الطاقة، محتاج أن ما تظهر لشريكك الجانب الهوائي منك للفترة القادمة، جانب العقل، جانب الذكاء، جانب الحساب، جانب التقييم. حاول أن تعكس الطاقة، تروح إلى طاقة الماء. هني عندك كرت برج الحوت، طاقة الماء هي طاقة الحب، طاقة التفاهم. ممكن أنت تغلط وأنا أحاسبك، أو ممكن أسامحك. طاقة الماء هي طاقة التشافي، المسامحة. خذ الجانب الإيجابي في الفترة القادمة مع شريكك، لأن أشوف في السابق كنت شوي تدقق عليه أو تحاسبه أو تحب أنك تسوي له أسلوب حبة بحبة، العين بالعين، وهاي نوع من الطاقة. إنزين، ولازم تظل تتذكر، شوف يا برج الدلو، لا تهدم كل شيء أنت بنيته. عندك البرج، لحظة انهدام البرج، وخمس الخماسيات. تذكر شغلة واحدة، أن أنت كما شريكك عندك الكثير لتخسره في هاي العلاقة. أنت استثمرت، أنت أيضا لو حدث لا سمح الله الانفصال، أنت أيضا راح تخسر، مو فقط شريكك، مو فقط لأن أنت تملك جميع الحيل والأساليب والذكاء، أنت أيضا حقيقة الوضع أنه راح تخسر، راح ينهدم عندك أساس تعبت عليه. دائما تذكر أن أنت لا ترغب أن تهدم جهودك مع هاي الشخص،
ترغب أن تحافظ على الأبناء، الزواج، الارتباط. خل هذا الشيء أمام عينيك عشان تقدر تظهر للشريك طاقة الماء، طاقة التفاهم، طاقة حتى وإن كنت واثق من أخطاء الشريك، سو نفسك مش فاهم، سو نفسك تلميذ. وإن كنت فاهم أكثر منه في أمور كثيرة، خذ طاقة التلميذ، طاقة اللي مستعد أن يتعلم ويخطأ مع شريكة، لأن هاي شراكة، نخطأ مع بعض، نتعلم مع بعض. أفضل ما يكون شخص واحد منكم يترك خارجا، يحس أنه أنا لوحدي في هاي الشراكة.